احنا ما جينا من السعوديه، لكن لنا ثقه ان الهلال قادر ان شاء الله يتعدى ويتجاوز كل العقبات. فلاميغو 2-0 باذن الله منتهيه 2-0 ان شاء الله. في اول دقيقتين كشر الهلال على نيابه ضربه جزاء لمصلحه الهلال، سجل من خلالها هدف التقدم واشعل من خلالها المدرجات. والله احنا دائما نلعب على اخر دقيقه يا اخوي موسى، مره نحترم الخصم حتى اخر دقيقه اذا صفر الحكم. رغم عودة فلامينغو لأن الزعيم عاد بقوة ليضيف الهدف الثاني والثالث. الهلال بعد هذا الفوز كتب تاريخ ورد الدين وكتب أرقام قياسية وفرض واقعا جديدا على الجميع أن يتقبله. بتنطلق الأفراح الهلالية في المدرجات احتفالا بإنجاز فريق لا يخيب الظنون، زعيم يقهر الظروف ويحقق ما يظنه الكثيرون مستحيلا. كتب التاريخ الهلال الزعيم الى الابد. ما سمي زعيم من فراغ، هذا زعيم نصف الارض واثبت اليوم. ولا الرجاله في الملعب، قلت لكم لو الزعيم ما يعتمد على لاعب ولا لاعبين، كان مجموعه يعتمد عليها. محظوظ الهلال بجماهيره الوفيه، ومحظوظه هذه الجماهير بفريق على العهد دائما. بدأ ملحمة كروية على ملعب مولاي عبد الله، اليوم نادي الهلال يكتب سطرا جديدا في ملعب طنجة ويتأهل إلى المباراة النهائية.